ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد فقراتنا الجميلة اللي كانت معانا النهاردة الحقيقة كلها يعني على اختلاف أنواعها ومواضعها، ونخدم بقى مسك الختام بأحلى فقرة مع ملك المطبخ الشيف محمود سعد اللي النهاردة مدلعنا مدلعكم أنتم يا هبة يا جميلة بالكوسة بالبشاميل. عاملين كوسة. أنا بسلم عليكي طبعا وأسلم على الدكتورة الجميلة الدكتورة منى عبد الغني، وأسلم على كل حبايبنا في الأيام المباركة الجميلة بالاحتفالات الحلوة اللي مليانة كده بركة وخير، وكل سنة طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. انا النهارده عامل شويه كوسه بالبشاميل، مزاج المزاج. ليه بقى؟ لان فيهم تفصيله انا جربتها الحقيقه واحب ان انتوا تجربوها. فيها جبنه، بس مش اي جبنه، جبنه حلوم مع نعناع اخضر، فالكوسه طالعه حلوه قوي 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 يعني. انا محدد اهو. وعاملين صينيه بقلاوه او صينيه جلاش بالبندق، وهوريكم ازاي تطلع حلوه ومورقه كده وازاي نسويها مع بعض. ايه يلا رايك بينا. يلا بينا. يلا نبدا. طيب. شكلها تتاكل ني من شكلها. ده شكلها مرعب. الكوسه بقى بالبشاميل المقادير بتاعتها زي ما احنا شايفين نزلت على الشاشه، كيلو كوسه مقوره خلاص قورناها ونضفناها كده وزي الفل، مع نص كيلو لحمه مفرومه ونص كيلو بصل مبشور. شوفي قد ايه، ازاي نسبه اللحمه مع نسبه البصل قد بعض بالظبط، مع جزرايه مبشوره وعودين كرفس، ملح وفلفل وشويه 7 بهارات. خلاص كده، لحد كده كويس. طبعا. ندخل بقى على البشاميل. 4 معالق زبده ولتر حليب ونص كوبايه دقيق، شويه كريمه يطعموا الموضوع، ربع كوبايه، وممكن لو مش موجودين واللبن خير وحلو بلاش، مع معلقتين زيت، شويه نعناع اخضر، شويه زعتر اخضر، وكوبايه من الجبنه الحلوم. طبعا. هيا بنا. هيا بنا. عايز اقول لك انا بحترم جدا مزيج النعناع مع اي نوع انواع كوسه. مع انا بحترم النعناع مع اي شيء في جبنه. في جبنه. ما حاجه فيها جبنه. انتوا الوانكم النهارده حلوه. أيوة. يعني اسمحوا لي اقول لكم ان انتوا الوانكم النهارده انت ومنى جميله جدا. في ستايلنج زي كل يوم كده يعني. زي كل يوم. صارفين. طيب. مكلفين. طيب اول حاجه هنعملها عشان تبقوا انتوا معانا، هنحط هنا معلقه زيت. شغل النار هنا كده كده، وهنا كمان معلقه زيت. ايوه. طيب اخر لك شويه، انا حاسه ان انا حلو كده سيكه يعني. حاضر. سيكه صغيره. حاضر. وهنا نحط الزبده بتاعتنا، وهنا بقى بنعمل ايه، نحط حته اللحمه المفرومه المعصجه على جنب. ونحط كمان شويه الكرفس مع البصل المبشور، ما تستكتروش البصل المبشور في الخلطه دي، مع شويه الزعتر الاخضر على التوابل بقى. بصي بقى الحلاوه والجمال. شويه ملح وشويه من الفلفل الاسود، مع حبه من 7 بهارات. و انتوا عارفين مين بيحب اللي انا هعمله ده، قرنين الشطه دول. واسيب الخلطه دي تتعصج، ونيجي هنا نحط حوالي 4 أو 5 معالق من الدقيق، نحطهم على الزبده زي ما انتم شايفين كده. أيوة. ونبدا نقلب بالراحه. احنا تصورنا ان الكوسه هتبقى ترانشات كده. لا لا، ده انا بقى ايه، فكره حلوه قوي. احكي لك مره كنت يعني عملت الكوسه بالبشاميل ان هي تبقى محشيه. والموضوع بقى ان انا اخفف البشاميل فتستوي في الفرن بالشكل. هوريكي اهو. الله. هوريكي. الله. بصي بقى، انا مش عارفه الريحه الحلوه دي طالعه من هنا ولا من الخلطه في الفرن ولا ايه. ودي هتتغرف احسن كمان، لان الثانيه بتيجي تغرفيها كده تبقى ميه. طيب انا حطيت بوحدتها اهو. لا بالظبط كده، بتطلع ميه كتير. ما انا بقى عارف انت كلتي قد ايه عشان ما تفتحش منك على الرابع. عشان ما تبهوقش. كام كوسايه؟ انت حطيت كريمه يعني. حطيت شويه كريمه يطعموا الموضوع. ولو انت ما عندكيش كريمه تعملي ايه؟ عشان برضو يعني ممكن يبقى عندك مثلا معلقتين من اللبن البودره، ممكن تحطيهم يطعموا الموضوع شويه. وادي الخليط بتاعنا الحلو، وادي اللحمه بتاعتنا. هفكركم بالتعصيجه بتاعتها، نص كيلو لحمه، نص كيلو بصل مبشور، مع الكرفس والبصل وملح وفلفل، وكوبايه من الجزر المبشور، وادي شويه من النعناع الاخضر. دول بقى الله، دول يا جماعه بياخدونا في حته تانية خالص. التركيبه بتاعت الكوسه والنعناع والجبنه الحلوم والبشاميل، في 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 كوبايه شاي بالنعناع بعد الاكله دي، و في هارموني واغنيه لام كلثوم، شويه عيش بلدي محمص بقى كده. كل واحد بقى يضيف اضافته الحلوه مع بشخصيته الحلوه. الشخصيه المصريه شخصيه حلوه، شخصيه حلوه وشخصيه عندها مزاج. صحيح. مزاج في الاكل وفي الهواء وفي الجو، وبنعرف نستمتع بوقتنا كويس جدا. لا يمكن تكتئب يعني، كل لا يمكن دكتور محمد المهدي لا يمكن الشتاء تكتئب يعني، يبقى عندك جيران واهل حلوين واصحاب حلوين.
انا عندي مشكله يعني انا من ضمن الناس اللي بيجي لها مشاكل في بدايه الشتاء. والله فعلا. فطبعا تابعت مع يعني حبيبي طبعا الدكتور محمد المهدي جميل جدا، والدكتور عمرو يسري برضو حبيبنا طبعا حقيقي. الفكره بتجيلي انا بحب الصيف وبحب الخروج وبحب الناس واللمه والقعده. بدايه الشتاء شويه بتقفل الدنيا، نعمل ايه بقى؟ نتجمع مع حبايبنا عشان نعالج الموضوع ده. ترمس بقى وحمص. يا سلام احنا قاعدين. يا سلام. يعني ما بتدخنش بس بتسعد. إيه في سيروتونين مع محمود من الاكل؟ يعني انت بتترمس فعلا ولا من الحاجات اللي بتعمل سعاده؟ انا الحاجات اللي بتعمل لي سعاده ريحه قشر البرتقال وقشر الليمون. الله. في الشتاء قشر البرتقال وقشر الليمون بيعملوا لي سعاده. ريحه الرده بتاعه العيش وهو بيتخبز بتعمل لي سعاده. الله. انا بتكلم عن نفسي. صحيح. ماشي. كلنا كده والله، عشان انا اعرف واحد صاحبي او واحده معرفه يعني شكل الرنجه بيعمل لها سعاده. شكل البطارخ بيعمل لها سعاده. ريحه البخور، انا ريحه البخور تعالجني من اي حاجه، اكتئاب مش اكتئاب كل حاجه. طب تعرفين يا جماعه ايه من الروائح الحلوه انا بحب اشمها مع البخور وبتخلي عندي سعاده؟ ايه؟ اللبان المر. الله. لما يتحط مع البخور اللبان المر سحر في البيت. وانا برضو تكون هو اللبان الذكر هو اللبان المر بس يبقى تعلمتها لي دي. ده بقى بيدي طاقه ايجابيه غير عاديه في البيت. ايه تاني من المأكولات بتعمل سعاده يا محمود؟ انا اليومين دول بيات شوكولاته والشوكولاته دارك شوكليت. انا بطلت عيش يعني. العيش الشوكولاته لا ما بتعمليش سعاده. ريحه الخبيز عامه بتدي ريحه المانجا. انا ريحه المانجا بتعمل سعاده. ريحه المانجا عامله سعاده اللي اكتر واكتر. وريحه سعاده حتى للي مش شريب قهوه. ريحه القهوه. ريحه القهوه بتسعد. صح. الوقت بيسرقنا. شوكليت كده. ريحه البن. ريحه البن. لا ريحه القهوه وهي بتتعبل. طب قول لي، سمعت المنشد اللي كان معانا محمد المنفلوطي؟ سمعته. ايه بس ده ده ده, ده عظيم. الله اكبر عليه. ما شاء الله عليه. يعني بوجه له سلام. يعني عزف يعني محمد المنفلوطي ده يعني صوته واداؤه يسلم. أبهجنا. والله تسلم. تسلم. هو ده من الحاجات اللي هي ممكن يعني ترفع الحاجات الهرمون السعاده طبعا. انا عندي هنا شويه من البشاميل. انا بقلب لك اهو. شايف بس الثانيه بقى ايه يعني. اوريكي حاجه لطيفه. 100 100 تسلم. يعني خايفه يعني بدايه الشهر يا محمود. طقم البلوكي ده شهر المولد النبوي. بدايه طبعا هنحتفل فيه كده. ده اجمل شهر. هنا شويه بشاميل تانيين. بصوا بقى بنعمل ايه عشان تبقوا انتوا يعني التفصيله كلها معاكم. بيكون عندنا دي واي صينيه تنفع، والبشاميل بتاعكم يكون زي ما انتم شايفين بالقوام الحلو ده. تاخدوا، انا كنت بس حطيت حبه كمان بردين فقلبهم يتقلبوا كويس جدا. تضمنوا ان البشاميل متبل كويس، واخد لمسه ملح كويسه، جوزة الطيب، ولمسه جوزة الطيب خفيفه قوي قوي. ونكتفي بلمسه جوزة الطيب اللي في اللي في اللحمه. ونيجي هنا كده، شايفين القوام خفيف اهو. ما هو لسه هيدخل لما يخش الفرن صح؟ لا انا بحط الكوسه نيه. انا بحط الكوسه نيه، عايزها تستوي في حاجه. انا سائله تتشرب. سائله شويه هتتشرب. فانا بعمل ايه بقى؟ انا هنا محضر شويه لحمه متعصجه مع شويه من التيار الكوسه. يعني ذكي ذكاء بيضرب اتنين في واحد. عشان امبارح قلت له نفسي في الكوسه اللي هي المحشيه ولبنيه اللي بالبشاميل، فيعني راح اعملها بالبشاميل. لا بس خليني اقول لك ان لا، في مره لازم نعمل صوص اللبنيه وصوص اللبنيه لاخواتنا اللي في اللي مش في سوام. بلاد الشام. لان معظم الدول العربيه يعني ما بيستخدموش اللبن الزبادي في اكلهم زي الشوام. اهل الشام. في اهل الشام طبعا تحيه كبيره لهم. لذيذ فعلا. ده صوص حلو قوي بيطبخ مع الكبه مع اللحمه مع الكوسه باللبن، اللبن اللي هو الزبادي. وده ريحه الكزبره الخضراء مع النعناع، دي اكلات الشتاء. سموها ريحه محشي. الشتاء. لا شيخ المحشي حاجه تانية خالص. ماشي. بصوا بقى، احنا بعد ما حطينا الكوسه المحشيه شوش برك. قصدي شوش برك. الشيش برك برضو حاجه تانية. بس باللبن. بيتعمل باللبن. ينفع في الشيش برك. صح. برافو عليكي. وادي غلفنا حبات الكوسه بالشكل ده. طيب ايه هي الجبنه الحلوم؟ الجبنه الحلوم من الاجبان اللي انا احبكم تستخدموها. ليه؟ لان هي خليط ومزيج ما بين اللبن البقري واللبن الجاموسي. ما فيهاش دهون نباتية خالص، وطعمها غني وحلو قوي. استخدموها في الوصفة دي، وحاولوا تستخدموها في كل حاجة عايزين تدوها وش في الفرن. بدل الجبنة الموتزاريلا اللي مالية السوق مليانة الدسم زيوت شوية نباتية. لا هو الدسم مش قليل. بس هي طبيعية أكتر. بس طبيعية أكتر. كويس. أنا نقعها في مية لأن بيبقى فيها نسبة ملح شوية. وباخد الشرايح دي أحطها على وش الكوسة. يعني النقع ده يخفف الملح اللي فيها؟
اللي نقعها بيخفف الملح اللي فيها. أوكي. وليه حد من اصدقائي بيحبها قوي مشويه. بناخد على طاسه كده ما تتحرقش، صح يا شيف محمود؟ طاسه جريل. وتشويها عادي زي طاسه تيفال. زي اللحمه. ليه ساعات بالطاسه بتسيح مننا؟ قول لنا محمود ليه. صح. برافو عليكي. ساعات تسيح كده. برافو برافو. انا السؤال ده يعني احييكي عليه. ساعدك بحاجه؟ بصي بقى، في هنا تورتايه مش شغل جامد. عارفه توم وجيري؟ عارفه المزيكا بتاعت توم وجيري؟ مزيكا ايه؟ مزيكا تصويريه دي على فكره. بصوا بقى الشكل ده، هروح بيها بسرعه عشان دافيه. ولا سحر ولا شعوذه. طب جالك اوردرات كتير قوي دلوقتي. يعني سيبوا فلوس بس يا جماعه. طب ازاي بقى تبقى جراتان كده من غير ما تسيح؟ وازاي لما نعملها في الطاسه ما تسيحش مننا؟ بصي بقى، الجبنه الحلومه عشان ما تسيحش والحق ادخل اعمل الوصفه الثانيه بتاعتنا. بصوا الجمال والمزيكا، لازم تتنقع في ميه علشان تتخلصي من نسبه شويه من الملح، وبعدين تنشفيها كويس جدا. والطاسه التيفال تكون سخنه جدا جدا، وتعفري حته الجبنه الحلوم. يعني ايه تعفري؟ تعفيره بتاعت السمك الفولت دي في الدقيق. وتقومي حطاها واخده لون من النحادي ولون من النحادي، عصره ليمون طبعا بتحمريها في سنه زيت زيتون. عصره نص ليمونه مع رميه، ترمي عليها شويه زعتر كده وتعصري نص الليمونه، ويا سلام لو ورقتين نعناع اخضر، وتفرجي على احلى طبق جبنه حلوم الصبح مع شويه زيتون وشويه شاي ورغيف عيش شامي. او طبق سلطه. شويه لبنه كمان جنبها. طيب نروح للطبق الثاني. حلو بقى. الشتا حلو قوي دي. قوي. الشتا حلو قوي. حلو بالناس وحلو باللمه، وربنا يا رب ما يحرم حد من حبايبه. ادي المقادير بتاعتنا بتاعت البقلاوه او البكلافا بالتركي او باليوناني. لفه جلاش وكوبايه من الزبده وكوبايه من البندق المحمص، وده اختياري، ممكن يبقى فستق ممكن يبقى سوداني. ربع كوبايه سكر ورشه فانيليا بودره مع كوبايه من الشربات عشان نسقي الصينيه الحلوه بتاعتنا. طيب اول حاجه بنعملها، ادي لفه الجلاش الجميله، نفتحها اهي زي ما انتم شايفين لفه الجلاش بتاعتنا. نطمن بس ان البوتاجاز مقفول بدل الكلام ده ما يسيح. اهو ادي لفه الجلاش الجميله بتاعتنا. بنعمل ايه؟ ناخد ادي البندق بتاعنا، نحط على البندق شويه من السكر ونقلبهم هم تقليبه صغيره كده، وناخد الصينيه بتاعتنا ونبدا يكون السمنه بتاعتنا الزبده سايحه بس ما فيهاش نسبه لبن، تكون سمنه اكتر، ونبدا بالفرشه نبدا ننقط كده اهو، تنقيط نقطة نقطة، حاجة بسيطة كده، ونبدأ نعمل الطبقة الأولى. الطبقة الأولى مش هنعطلك عشان إيه نلحق. أنت لا لا براحتك جدا عادي مفيش مشكلة، ولو معاكي سؤال عايز تسأليني قولي لي، لأن إحنا معانا وقت وربنا مبارك في الوقت قوي ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة الأغاني الحلوة اللي إحنا سمعناها والإنشاد الحلو اللي إحنا سمعناه. خلينا اقول لكم ان الطبقات اللي احنا شايفينها دي مهمه قوي يبقى تحت مش طبقتين ولا ثلاثه، يبقوا 8، من 6 ل 8 طبقات، وفوق نفس القصه من 6 ل 8 طبقات. فاحنا هنعملهم مع بعض سريعا سريعا اهو كده، وما بين كل طبقه لمسه من الزبد، لمسه صغيره من الايه الزبد. بس انا نسيت اقول لكم الكوسه بتقعد في الفرن قد ايه، وما بتتغطى ولا ما بتتغطاش؟ لا ما بتتغطاش، وبتقعد في الفرن يكون متوسط حوالي مثلا 180 ل 200، وبتقعد في الفرن حوالي ساعه. ساعه 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 الا ربع مثلا، يعني حسب درجه حراره الفرن بتاعتك، وتشوفي التماسك بتاعها. وانا هطلع لكم حبايه كوسه بعد ما دي ما تخلص. ادي دي رابع طبقه، نضغط بايدينا كده، وكل الحروف اللي على الجنب دي انا بس عايز اوريكي حاجه. جيبي سكينه، وبحرف السكينه بعد ما تخلصي تبداي تعملي الحركه الجميله دي كده. بسم الله. بصي شايفه ازاي؟ ها، وكنت كمان ان شاء الله الاقي وقت واوريكي ازاي تعمليها مثلثات زي بتاع الحلواني بالظبط، ومعانا ان شاء الله وقت هنعتبر ان دول زي السمبوسه كده، زي المثلثات السمبوكسه. ايوه برافو عليكي. هنعتبر ان احنا دول سب من 6 ل 8 طبقات، نحط البندق بتاعنا او ايا كان نوع المكسرات الجميل. بالسكر؟ بندق بالسكر؟ لمسه السكر دي بتفرق جدا جدا في الاخر. ادي الايه؟ هي دي اللي بتقرمش شويه عشان بحب سنه صغننه كده، تلاقيها ايه سنه قرقشه كده صغيره. تحطي الطبقه الاولى، تحطي شويه من الزبده. طيب 8 طبقات تحت وفوق كام طبقه يا شيف؟ نفس الموضوع. 8 تحت 8 فوق. نفس الموضوع كده. من 6 ل 8. ادي 1 2 خلاص
فكرني بقى، دي نوستالجيا جدا اهالينا زمان ورمضان. انا بالسوداني، بالسوداني وجوز الهند والزبيب. يعني والزبيب يعني عافيه هتاكل زبيب، عافيه هتاكل جوز الهند. بقت ذكريات حلوه الحاجات اللي ما كناش والحاجات اللي ما كناش بنحبها بقينا نحبها ونفتكرها. شايفين الحلاوه اهو. بصوا بقى عشان فاضل وقت خلاص، يعني احنا على وشك الانتهاء. عايز اوريكي يا ست البيت يا شطوره تعملي ايه عشان الشكل بتاع الصينيه بتاعتك يطلع حلو. خلاص بنعمل دي كده اهي، نفس الحركه لو بنشيل الزيادات، نفس الحركه بنشيل الزيادات بتاعتنا. بعد كده نحمرهم في الفرن ونقلبهم عليه. نحمرهم ونعمل بيهم ايه؟ او لبن سخن وسكر الصبح للعيال وهم رايحين المدرسه. الله الله العيال ماشي، احنا العيال وعد. لا احنا مش عايزين نتخن تاني. بصي بقى بتعملي ايه، بتعملي تقطيعه بتاعتك كده عشان دي تطلع حلوه. بسم الله اهو خلاص. وتيجي عند كل ربع من الصينيه، ادي الربع الاولاني ده، تقومي قسماه كده نصين. وبعد ما تقسميه نصين كده تروحي كده وتعملي خط هنا كده رقم 8 مقلوبه اهي تاني. وبعد ما تعملي رقم الـ8 المقلوب ده تقومي جايه عامله هنا خط واحد وهنا خط 2 كده وهنا خط واحد وهنا خط 2 تاني 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 اهو. على طول نعمل خط في النص اهو زي ما احنا شايفين كده، ونيجي هنا كده اهو 1 2 في كل ربع، في كل ربع تعملوا كده خط في النص 8. وبعدين تيجي هنا في الجزء الصغير ده تقومي عامله خط كده 1 2 خلاص. وتيجي هنا نفس الموضوع، ده اللي بيخلي شكلها ساعه التقديم طالعه شكلها قطعه حلوه كده. سامبوكسات ماشي. انا يعني انتوا تخيلتوا معايا الموضوع، بعد ما تعملوا الصينيه بالشكل ده لازم تسقوها من السمنه وتدخلوها الفرن لحد ما تاخد لون ذهبي حلو وتبدا تورق معاكم توريقه حلوه. وبعدين تخرجوا بيها من الفرن على وشها الشربات مباشره، على وشها ابتسامه، فتطلع معاكم بهذا الشكل الجميل. واحب ان انا اوريكم حاجه سريعه نسقيها بقى وهي سخنه ولا وهي بارده. وهي سخنه، وهي سخنه، وهي سخنه دايما. والبسبوسه برده وهي سخنه مش كده يا شيخ؟ وهي سخنه تسقي البسبوسه وهي سخنه برده. البسبوسه كمان وهي سخنه. اي صنف حلو وهو سخن يتسقي كويس. طيب بصوا بقى هنا حته الكوسه دي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، ادي حته الكوسه على وشها البشاميل وعلى وشها حته الحلوم بقى الحلوم، تقوموا حاطينها في الطبق التقديم بالشكل ده. وممكن تحطوا على وشها حبه صغننين من النعناع الاخضر. وادي كان نفسي اطلع لكم حته من حته البقلاوه بسرعه بسرعه. يلا اهو، على ما نشكر الناس على حسن المتابعه. نشكر منى الزميله الجميله اللي دايما بتسندني. تسلم ايديك يا محمود، وايمان ترجع بكره بالسلامه يا رب. وفريقنا كل فريق البرنامج والاعداد والاضاءه وكل زمايلنا اللي بينورونا وبيعملوا لنا احلى حلقه كل يوم. بصوا بقى، بصوا المنظر الحلو بقى. يا سلام. تسلم ايدك يا شيف محمود ملك المطبخ. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده من الستات ما تعرفوش يكذبوا. سلام عليكم. وعليكم السلام.